هذا وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ كوب 28 بمدينة إكسبو دبي. ويتضمن برنامج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دبي عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، ذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.